تمام كابتن فتحي، خلينا نروح للمغرب لزميلنا العزيز كريم احمد يقول لنا برضو على اخبار البعثه. الحمد لله على السلامه يا كريم. وطبعا في ديلي يا جماعه وقت الله حوالي 7 ثواني او 8 ثواني. كابتن اسلام الشاطر، كل التحيه ليك طبعا ولكل كابتننا، وطبعا يمكن بنقول الحمد لله على السلامه لكل بعثه النادي الاهلي. رحله استغرقت 5 ساعات و10 دقائق حتى وصلنا هنا الى مطار كازابلانكا والى الدار البيضاء تحديدا، ومنها الى فندق الاقامه. يعني نقدر نقول فندق الاقامه بيبعد عن المطار من 35 ل 40 دقيقه، لكن وصلنا الحمد لله مع التامين. ابدا معاك هنا كابتن اسلام بحاله الحظر هنا. طبعا انت عارف منطقه المغرب ريد زون طبعا بالنسبه لكوفيد 19، ويمكن الحظر هنا بيبدا 11 مساء بينتهي 4 فجرا. الامور هنا يمكن فيها تحذير كبير جدا وفيها تشديدات واجراءات احترازيه كبيره جدا داخل فندق الاقامه وفي مطار كازابلانكا. الامور هنا مشدده بشكل كبير جدا، لكن يا رب ان شاء الله يحفظ كل اللاعبين حتى ميعاد المباراه المسحه ان شاء الله اللي هتجرى خلال ال 48 ساعه القادمه باذن الله كالعاده، طبعا مع الحفاظ على كل لعيبه النادي الاهلي تكون سلبيه المسحه اللي هي البعثه بالكامل. الامور الحمد لله طيبه جدا. مجرد وصولنا طبعا الى مقر الاقامه، فندق مميز نزلنا فيه في المباراه الاخيره اللي كانت امام الوداد المغربي اللي استطاع النادي الاهلي ان يفوز فيها بنتيجه 2-0. يمكن الفندق مميز جدا، اختيارات كالعاده طبعا كابتن سيد كابتن سمير عدلي، كل الامور الاداريه دي بتكون مهمه جدا مع التنسيق الكامل مع السفاره طبعا هنا معالي السفير طبعا اشرف ربيهم وكل طبعا مسؤولي السفاره. الامور الحمد لله طيبه جدا يا كابتن اسلام. النهارده نقدر نقول خلاص لعيبه النادي الاهلي مباشره تناولت وجبه العشاء ومنها الى الغرف على ان يبدا بقى اليوم كامل غدا ان شاء الله يكون تدريب في نفس ميعاد المباراه. ميعاد المباراه هنا يكون 8 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت القاهره. الامور الحمد لله طيبه حتى هذه اللحظه. بنتمنى ان شاء الله بقى مع مرور الايام يا كابتن اسلام كل الظروف والمناخ وروح اللعيبه تبان في التدريبات وجديتهم الكبيره، وان شاء الله باذن الله تكون البطوله العاشره من نصيب النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن اسلام لو فيها استفسار. يا رب ان شاء الله. السماعه الحمراء حلوه برضو بيني وبينك يا كريم، اللي انت حاططها دي حلوه جدا، السماعه حمراء كابتن فتحي وعامل بيها شغل. هو كريم كده على طول حاطط سماعه حمراء. تمام يا كيمو. طيب كريم برضو عايزك تطمننا. حبيبي يا كابتن اسلام. الله يخليك. طمنا النهارده برضو مرافق للبعثه منذ الوصول من مطار القاهره وفي الطياره وحتى الوصول الى المغرب، شايف الفريق، شايف التركيز، شايف كابتن خطيب، شايف اعضاء مجلس الاداره اللي موجودين، الشكل العام عامل ازاي؟ الحقيقه كابتن اسلام يعني كل المؤشرات الحقيقه يعني بتدينا انطباع كبير جدا ان اللعيبه مركزه وعارفه اهميه البطوله وعارفه اهميه المباراه وكل الظروف دي لعيبه النادي الاهلي اتحطت فيها الحقيقه. يمكن من مطار القاهره اي لعيب تشوفه تلاقيه ماسك اللابتوب بيتفرج على المباراه السابقه، بيتفرج على المباراه الاخيره، بيتكلم أيوة. مع زميله. يعني النهارده كان في اكتر من مشهد. النهارده شفنا محمد شريف مع حسين الشحات مع مجدي قفشه، الثلاثه بيتفرجوا على المباراه الاخيره، بيشوفوا لا انت كنت تلعب عليه كده يا حسين، لا انت دي احسن، لا يعني واضح التركيز الكبير مع لعيبه النادي الاهلي. كابتن أيوة. محمود الخطيب بقى بقيمته الكبيره كرمز لكل الاهلاويه ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي وحرصه الكبير والدائم ان هو يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في كل المباريات الكبيره والهامه جدا، دي رساله مهمه وبتنعكس على اللاعبين بشكل كبير. من مطار القاهره كابتن الخطيب مجرد يعني وصوله الى المطار ويمكن على طول اول ما طلعنا على الطياره سلم على اللعيبه كلها، ويمكن قال كمان لمجدي قفشه كلمه مهمه جدا، قال له انا سقفت لك في الهدف الاخير. يمكن الهدف كان مميز جدا جدا لمحمد مجدي قفشه، روح كبيره جدا وواضح التركيز. واللعيبه انا باكد لك كابتن اسلام المردود ده بيوصل لها بشكل كبير، عارفين الاهميه وكمان الوعي الكبير اللي بناكد عليه كل مره. الجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي السند الحقيقي والداعم الاول والاخير، وده بيوصل للعيبه بشكل كبير جدا. جمهور النادي الاهلي لما بيأزر بيكون مع لعيبه النادي الاهلي في كل الامور سواء امور عكسيه او امور ايجابيه لفريق النادي الاهلي، دي بتزود الدوافع بشكل كبير وبتزود الرغبه بشكل اكبر، وده اللي لامسينه الحقيقه كابتن اسلام مع لعيبه النادي الاهلي. طيب. يعني حتى هذه اللحظه لسه ما شفناش التدريبات، لكن متاكدين الجديه والحماس هيكون في تدريب النادي الاهلي. مين اللي متواجد من اعضاء مجلس الاداره؟ يعني احنا شفنا السيد الوزير السابق العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره، شفنا دكتور محمد سراج، يعني اللي انا شفتهم في الصور او في الفيديوهات، مين تاني متواجد؟ استاذ طارق قنديل طبعا، مين تاني متواجد يا كريم؟ برفقة طبعا الاستاذ خالد الدرندلي. انت ذكرت طبعا كل الاسماء طبعا. مع الكابتن محمود الخطيب والاستاذ خالد الدرندلي. الحقيقه طبعا يعني مجلس اداره الحقيقه بروح النادي الاهلي وبروح الفانيله الحمراء، ويمكن رسالتهم مهمه جدا، ووجودهم الحقيقه بيسهل امور عديده جدا، سواء وجودنا في المطار، كل الامور الاداريه، خروجنا، الجوازات، التاشيرات. انت عارف يا كابتن اسلام يعني ما بتكون بعثه النادي الاهلي متواجده في اي مكان الامور كلها بتكون مهيئه جدا، لكن كمان بيبقى معاك مجلس الاداره بالقامات الكبيره جدا اللي متواجده، ده امر بيكون مهم جدا. يعني ما نقدرش نقول ان احنا استغربنا
رغم عدد كبير في المطار من الوقت، لكن يمكن المطار كان زحمه شويه، لكن مع الاجراءات ومع الاتصالات اللي كانت مستمره جدا بشكل كبير جدا مع كابتن محمود طيب. الخطيب انهت الاجراءات بشكل سريع ومنها الى فندق الاقامه. طيب. الامور طيبه جدا يا كابتن اسلام، بنتمنى بس ان شاء الله يكون التوفيق معانا في المباراه. لو تقدر تقول لنا اليوم بكره ان شاء الله هيبقى ماشي ازاي، والاجواء عندك، درجه الحراره، انا شايف اللعيبه لابسه شورت مفيش مشكله، الدنيا عامله ازاي، احكي لنا برده سريعا الاجواء عامله ازاي، وبكره اليوم يعني افطار الساعه كام، الغدا الساعه كام، المحاضره، التمرين 10 صباحا كالعاده. طبعا هيكون فطار يمكن الرئيسي طبعا لفريق النادي الاهلي، من بعدها 3 عصرا هيكون وجبه الغداء، ومنها محاضره فنيه قبل التحرك الى الملعب التدريب اللي هياخد عليه النادي الاهلي التدريب الاول. يمكن الملعب مسمى طبعا ملعب الكهرماء الدار البيضاء، يمكن زي ما بقول لك كابتن اسلام تواجدنا عليه في المره السابقه. الملعب بيبعد عن فندق الاقامه 20 دقيقه، هيكون تدريب طبعا 8 مساء في نفس موعد المباراه، 9 مساء طبعا بتوقيت القاهره. الجو فيه بروده شويه، يعني انت عارف طبعا كابتن اسلام درجه الحراره عاليه جدا والرطوبه كانت صعبه جدا في القاهره، لكن الاجواء هنا مميزه جدا. وعلى طول اول ما نزلنا المطار سالنا قالوا لا الجو يعني فيه تقلب شويه، لكن الحقيقه درجه البروده هنا بسيطه، لكن جو كروي رائع جدا ومميز. بنامل ان شاء الله باذن الله يوم المباراه في نفس التوقيت يكون الجو بهذا الشكل، وينقصنا بقى للتوفيق ان شاء الله كابتن اسلام ودعوات كل بقى جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله ربنا بس يحافظ على لعيبه النادي الاهلي على مرور الايام فيها التدريبات، وان شاء الله باذن الله نعود من كازابلانكا بالبطوله العشره اللي تزام بطولات النادي. يا رب ان شاء الله. اخيرا اخبار اخواتنا المغاربه ايه؟ يعني اكيد في المطار شفتوا مغاربه، الدنيا عامله ازاي؟ هل اتجاه لمسانده النادي الاهلي، دعم النادي الاهلي؟ الحقيقه نقطة مهمة جدا يا كابتن اسلام، لان كل اللي ابنائهم مشجعي الوداد تحديدا كلهم بيشجعوا النادي الاهلي وكلهم بيتمنوا التوفيق للنادي الاهلي، والحقيقه واضح الروح الكبيرة جدا، ويمكن اللي خد الجزء الكبير طبعا هو بدر بنون الحقيقة، اللي يمكن ليه شعبية كبيرة جدا جدا هنا منذ وصولنا إلى مطار كازابلانكا مع كل لاعبي النادي الاهلي. الناس سألت على كهربا، سألت على الشحات، سألت على قفشة، على الشناوي، على كل اللعيبة. الحقيقة واضح الدعم والمساندة، وده هيبان بكرة بقى كمان يا كابتن اسلام. أنا يمكن بأكد لك إن الحظر هنا بدأ خلاص، فيمكن ما نقدرش نقول في حد في الشارع دلوقتي، لكن من الصباح هنلاقي واحنا ماشيين واحنا رايحين للتدريبات عدد من جمهور الوداد المحب للنادي الاهلي. ويمكن كمان انت عارف بقى يعني كايزر تشيفز طبعا هو خرج الوداد، فلابد يمكن جمهور الوداد بالكامل يكون داعم للنادي الاهلي، لكن الدعم الاول والاخير لفريق النادي الاهلي هو طبعا جمهور وجمهور النادي الاهلي اللي بملايين. ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام الامور تكون طيبه يا رب ان شاء الله، ويستمر النادي الاهلي في تركيزه واصراره وعزيمته ورجولته الكبيره جدا، ونقدر ان شاء الله كابتن اسلام بالاخلاص الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي نرجع من كازابلانكا بالبطوله العشر ان شاء الله. الحمد لله على السلامة يا كريم، ودايما بتطمنونا على بعثة النادي الأهلي لحظة بلحظة، والحق خش بقى قبل ما الحظر وحد يمسكك ولا حاجة. فيعني شكرا ليك يا زميلنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من الدار البيضاء، زي ما حضراتكم شايفين بنحب